مقطعنا القادم اللي من خلاله ابتكر معلم طريقة حماسية لتدريس منهج اللغة العربية للطلاب الابتدائية عبر منصة مدرستي. رواد مواقع التواصل تم تداول هذا الفيديو اللي يظهر من خلال المعلم وهو يستخدم طريقة تفاعلية تشعل الحماس في نفوس طلابه. تعالوا نشاهد هذا المقطع. وعليك لعبتك يا سلام، يعجبني اللي جاهز ومتحدي. عندنا كلمة فيها صوت طويل وتنوين، وعندنا كلمة فيها مقطع الله 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 الله، جيب الشدة يا وحش وجيب الشدة والتنوين، ها كذا الله. هذا ما يبين أشياء سهلة، ما راح أعطيك كلمة ثلاثية موحد الشكل، لا بعطيك كلمة ثنتين شدة وثنتين صوت طويل وتنوين، واحدة واحدة مقطع ساكن وتنوين. جاهز؟ الله عليك ما شاء الله تبارك الله. يلا يا صديقي نبدأ هنا. الله عليك، وقرب المفتاح من الكنز يا رائع. يلا بقينا ثلاث.